كمان تصريحات كابتن محمد الشناوي كانت في منتهى الأهمية، وأكد من خلالها على أن هناك حالة من التركيز الشديد من قبل كل اللاعبين، وأن هدف الكل هو التأهل للنهائي وبطبيعة الحال الفوز بالبطولة. وقال أن الأهلي بيمتلك خبرات كبيرة جدا خصوصا في المواجهات الصعبة، وأكد على أن كل اللعيبة عندهم تجارب سابقة نجحوا من خلالها في تخطي صعاب مشابهة وبالتالي تحقيق بطولات كتيرة. تعالوا نروح ونتابع تصريحات كولر ومحمد الشناوي ونرجع نكمل الكلام. تفضل. Dass er runtersticht und dass er das Tor schießt. Und ja, das ist unsere Aufgabe morgen, die wir bewältigen müssen. Wir sind 1-0 im Rückstand. Wir müssen mindestens ein Tor erzielen, damit es wieder Gleichstand ist. Und das wollen wir morgen erreichen. في البدايه انا سعيد جدا ان شاء الله الاستاد بكره هيبقى مليان على اخره، ان احنا عندنا الساعه كامله للاستاد. احنا محتاجين جمهور النادي الاهلي جدا، احنا عارفين جمهورنا عامل ازاي، جمهور بتجري في عروقه الدماء حاره، بيعرف يولع الملعب ازاي، بيقدر ان هو يدعمنا ازاي، جمهور يحرك الصخر. فاحنا سعداء جدا بوجود الجمهور بكره، وعارفين اهميه وجود الجمهور بكره معانا، فده عنصر مهم جدا لازم ان انا اقوله في الاول، ان دي اهم حاجه احنا محتاجينها بكره. الحاجة التانية، احنا هنستمد بكرة ماتش هيبقى ماتش تكتيكي جدا، لكن انا هستمد لعبنا بكرة من شعارنا، من شعار النادي الاهلي، شعار النسر. النسر اللي لازم يكون عنده رؤية، عنده هدوء، عنده ذكاء، بيصبر اللحظة المناسبة عشان ينزل يصطاد فريسته مرة واحدة ويضرب ضربته مرة واحدة اول ما الوقت المناسب يسنح، زي ما احنا هنعمل بكرة ان شاء الله. بس احنا ان شاء الله نجيب جون، لازم ان احنا بكره ان شاء الله نلعب بذكاء، لكن لازم ان احنا نجيب ان شاء الله جون، احنا متاخرين في النتيجه، وبعد ما نجيب الجون الاولاني ان شاء الله نقدر ان احنا نفكر في اللي بعد كده. بس ان شاء الله ده هيكون هدفنا، ان احنا نكون زي شعارنا، زي النسر اللي على شعار النادي الاهلي. nicht jetzt mitkommt und vielleicht wieder einen Schlag bekommt, sondern dass er wirklich sagt, okay, jetzt ist gut, jetzt kann ich trainieren. Ich habe eigentlich sehr gute Rückmeldung von meinem Co-Trainer. Also er ist einsetzbar, es ist weg und wir können mit ihm hoffen, dass er morgen mit dabei ist. مفيش أي خلافات خالص بيني وبين إمام، بالعكس علاقتنا كويسة جدا. كل ده كلام ملوش أي أساس من الصحة، الموضوع كله بمنتهى البساطة إن هو بعد الماتش الأخير لينا في الدوري تحرض لإصابة قوية واضطرينا نغيره في الماتش، وبالتالي كل الناس شافت اللقطة على الهواء وإزاي كانت مؤلمة بالنسبة له. قعد هو يقرص على نفسه ويحاول انه يتمرن رغم الالم ده، بس كان باين ان هو مش قادر، وكان احيانا كتير مش قادر يكمل التمرين او ما بيتمرنش بالشكل اللي انا احبه. فانا قعدت معاه قبل ما نسافر جنوب افريقيا وكلمنا مع بعض، وقلت له ان انا شايف واتفقنا مع بعض ان الاحسن ليه انه ما يجيش معانا عشان خاطر يتاهل بشكل 100% عشان الالم يروح خالص، لانه بقى بيتمرن بالم، وانا ما كنتش عايز ان هو يلعب وعنده الالم ده. فكان الفكره ان هو يريح عشان ما يجيش معانا جنوب افريقيا، فما ياخدش التاهيل الكويس، وفي نفس الوقت كمان ممكن يتعرض لاي اصابه ثانيه او كده. فقلت ان هو يتاهل كويس، يروح الالم منه خالص عشان يقدر يكون جاهز. إمام شارك في التمرينات هنا مع المدرب المساعد بتاعي المسؤول عن تأهيل المستبعدين، واتمرن كويس جدا اليوم اللي فاتت، وجالي تقرير منه انه اتمرن بشكل كويس قوي اليوم اللي فاتت. فان شاء الله إمام هيكون جاهز، وهنشوفه النهارده في التمرين، وباذن الله يبقى قادر على ان هو يبقى موجود بكره او يبقى معانا. مفيش اي مشاكل خالص غير كده يعني. دلوقتي طبعا زي ما الكوتش قال الكلام اللي قاله بالظبط، احنا خلاص ما عادش في وقت للكلام دلوقتي، احنا عندنا مباراه بكره مهمه جدا. الشوط الاولاني خلص واحنا عارفين المباراه صعبه جدا، بس ان شاء الله بكره ان شاء الله زي ما الكوتش قال الجمهور بتاعنا موجود بكره والدعم لينا في المباراه، وان شاء الله نرجع منصورين ونصعد ان شاء الله للنهائي. اكيد طبعا اللعيبه متعوده على الضغط ده، والفتره اللي فاتت احنا بقالنا فتره كبيره نلعب في البطولات، عندنا بطولات كتير، واللعيبه متعوده على الضغط ده والوقت الصعب اللي احنا فيه، يعني هي متعوده على الضغط دي. وطبعا احنا بنلعب في وسط جمهورنا، بنلعب في ملعبنا، دي بالنسبه لنا قوه كبيره جدا. اكيد طبعا خلاص يعني ما احنا دلوقتي مفيش وقت للكلام خالص، احنا دلوقتي عندنا النهارده تمرين، نركز في التمرين والمباراه بكره، ومركز بس عندنا هو هدف واحد بس اللي احنا نصعد للنهائي بس. سيد الجماهير خلاص الكوتش قالها، ان احنا مبسوطين جدا اللي هم موجودين بكره، يعني الملعب كله يعني متقفل بكره ان شاء الله، وهيدينا قوه كبيره جدا في الملعب، وبيدينا ثقه جدا للعيبه،
طبعا هم في ظهرنا على طول، واحنا دايما بنحب نلعب، واحنا اصلا في الاول وفي الاخر بنلعب عشان نفرح الجمهور.